كما فقدت كرة القدم المصرية لاعبا نادي الترسانة أحمد وحيد ورامي جمعة إثر تعرضهما لحادث سيارة أليم لتفقد كرة القدم اثنين من شباب اللعبة. وتواصلت أحزان الرياضة بخبر رحيل محمد عبد الوهاب نجم منتخب مصر الأول والنادي الأهلي بعد رحلة كفاح مع كرة القدم لن ينساها الصغير قبل الكبير. النجم الراحل محمد عبد الوهاب بالرغم من رحيله في النصف الثاني من عام 2006 إلا أن القلوب المصرية بجميع طوائفها بكبارها وصغارها لم ولن ينسوا هذا النجم الخلوق الذي شارك في تتويج مصر بلقب كأس الأمم الإفريقية في بداية العام وتدشين تفوق الأهلي في بداية المشوار الإفريقي قبل رحيله. الصورة أبلغ رد وأوقع من الكلمات على وجوه زملائه حيث كانوا شاهدين على إخلاص النجم الراحل في التفاني في تدريباته وبره بوالديه حتى آخر لحظة من عمره، حيث سقط على استاد مختار التتش بالنادي الأهلي بالجزيرة حيث كان يؤدي تدريباته اليومية. وبالرغم من رحيل النجم الموهوب إلا أنه ترك مجموعة من الإنجازات التي ستظل باسمه وسلوكا أخلاقيا رائعا نتذكره به وأغنية لصديقه سيد عبد الحفيظ قبل مهرجان اعتزال. أهلا بكم مرة تانية مشاهدينا. 31 أغسطس الذكرى الرابعة
لفقيد الملاعب المصرية الكابتن محمد عبد الوهاب. الحقيقة احنا النهاردة مش عايزينها ذكرى حزينة، ولكن احنا بنفتكر هذا اللاعب اللي عايش جوه قلوبنا، سواء لمنتخب مصر او للنادي الاهلي او لكل عشاق الرياضة اللي احبوا هذا اللاعب من كل قلوبهم. عشان كده عايزينها ذكرى جميلة. يعني طبعا الله يرحمه، البقاء لله، ولكن احنا عايزينها ذكرى لكل شباب مصر ولكل حتى اللي ما اتفرجوش على هذا اللاعب الخلوق اللي كلنا حبيناه من كل قلوبنا. عايزين نفتكره ونقرا له الفاتحة ونتذكره دايما في ذكراه. النهارده ذكراه الرابعة، 31 اغسطس، و يعني يكون معانا طبعا يعني والدته. احنا طبعا مش عايزين نفكرها باحزان، ولكن هي معانا عشان نقول لها ان احنا كلنا فاكرين ابنك محمد عبد الوهاب، وكل شباب مصر وكل اللي بيحبوا هذا النجم ما زال عايش معاهم وفي قلوبهم. بنرحب بالحاجه نجاة والده اللاعب محمد عبد الوهاب معانا في نايل سبورت. اهلا بك يا حاجه نجاة. اهلا بيك. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. الشهر الكريم المفترج شهر رمضان، يعني احنا بندعو بالرحمه لهذا النجم الخلوق اللي اسعدنا في الملاعب المصريه. ربنا يخليكم وربنا يرحمه. بشكركم جدا وبشكر قناه النيل، ما بتنساش محمد ابدا. محدش بينساه الحقيقه. لا. محدش بينساه، هو وزملائه طبعا احمد وحيد ورامي جمعه. طبعا بنقول لاهله كل سنه وانتم طيبين، واحنا متذكرين هؤلاء الشباب اللي يعني الحقيقه اسعدونا في الملاعب، وكل شباب مصر فاكرينهم دايما وعايشين معانا دايما، وكل ذكرى ليهم عايزينها تبقى ذكرى لكل الشباب في مصر وكل محب الرياضه في مصر. ونقول لهم طبعا البقاء لله وربنا يرحمهم ويدخلهم فسيح جناته. حاجه نجاة، يعني قولي لي كده في شهر رمضان مين اللي كلمك من اسره الرياضه في مصر؟